بداية الفيديو ده هوريكم كواليس وتفاصيل جديدة في الفرح حصلت طبعا ما ورناش غيركم. دلوقتي حالا هتنزل وانت معايا تشترك في القناة وتفعل الجرس، عايزين نوصل الفيديو ده 50,000 لايك، وكل الناس اللي عايز تشترك في قناة فريدة موجودة تحت في الديسكريبشن، اللينك بتاع قناة فريدة الجديدة موجود تحت في الديسكريبشن، خش اشترك وفعل الجرس ويلا بينا نبدأ النهاردة نشوف التفاصيل الجديدة أحمد وزينب، وياريت الناس تفرح لهم ومحدش يزعل ان هم عملوا فرح، لان الناس الاول كانت زعلانة ان هم عملوش فرح، وكانوا بيقولوا هم ليه ما عملوش فرح، ما عملوش فلوس، مش هي عليه يجيب بدلة، وهي مش هين عليها تجيبوا فستان. دلوقتي هو جاب فستان، اسف هي جابت فستان وهو جاب بدلة وعملوا فرح، فنفرح بقى فرحهم، نفرح ياريت. يلا بينا نبدأ الفرح ونقول لهم حسن في الكومنتات مبروك، نوصل له الفيديو ده ل 50,000 لايك. الشباب عايزين نسمع له سقفه، الشباب فين؟ طب صحاب العروسه فين؟ عايزين نسمع لها سقفه. انا على فكره البنات
وصوتها صوتها معنا بتسمعنا الموسيقى دي عايزين نسمع ناس عايزين نسمع سبعة عشان خاطر احمد فين انا بعد ما قال لي ان احنا هنعمل فرح قلت حاجتين قلت احمد وزينب خلاص ما بقوش توقعوا يعني عادي جدا بقى بالنسبه لي حاجه مفاجاه بس فعلا اجاني اتنين في اصحابنا اقسم بالله ربنا يسعدهم ويهنيهم على قد ما هم بيحبوا بعض
طالما ما بيعملوش حاجه تغضب ربنا وحاجه غلط عيش يا عم. انا جسمي اشعر. اعمل كل اللي انت عايز تعمله طالما بما يرضي الله وكل ما يرضي الله. لتحميل ادعيه الشيخ اكرامي هتلاقي ادعيته كلها في الديسكريبشن. عايزين نوصل الفيديو ده 50,000 لايك 100,000 لايك. انت ايه اسف 100,000 لايك 100,000 101.